إحدى الأطفال. هذا المرض يعتبر بأنه عدوى فيروسية ينتقل بالنفس والإفرازات الخارجة بالتأكيد، ومن الطفح الجلدي بيكون أكثر عند أطفال بفئة عمرية معينة. طبيعة هذا الفيروس وكيف بالفعل ينتقل وأعراضه، إضافة إلى كيفية التشخيص والعلاج، كل هذا وأكثر تنضم إلينا تجيب عليه بالإجابة الطبية المعلوماتية مع الدكتورة إسراء سلمان، طبيبة أطفال وحديثي الولادة. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك وفاء وصباح جميع المستمعين يا رب. أهلا وسهلا. يعني اليوم إحنا حديثنا عن مرض القدم واليد والفم بالتأكيد، هذا المرض الذي خلال هذه الفترة على وجه التحديد وصلتنا شكاوى من بعض الأمهات أنه منتشر لديهم. طبيعة هذا المرض وماهيته وأعراضه أيضا. مرض اليد والقدم والفم اللي هو المتعارف عليه بالهاند فوت ماوث ديزيز هو عبارة عن التهاب فيروسي يسببه بالعادة فيروس اسمه الكوكساكي فيروس. شائع أكثر شيء بين الأطفال اللي بتكون أعمارهم تحت 5 سنين، خاصة في فصل الصيف والخريف، يعني هلأ موسمه. من اسمه بتسم بطفح جلدي بصير باليدين والقدمين، بيصير في عنا تقرحات بالفم. بالنسبة للأعراض طبعا حدة الأعراض بتتفاوت من طفل لآخر حسب مناعة الطفل. بالعادة بتبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، بيليها تهيج بالحلق، ضعف عام، هزلان. بعد مرور 3 لـ4 أيام ببلش عندنا الطفح الجلدي وتقرحات الفم. الطفح الجلدي بيكون مثل ما حكينا باليدين والقدمين، وممكن كمان في منطقة الحفاضة. في بعض الأحيان بيصير في عنا كمان طفح جلدي على القوع والركب. طبيعتها بتكون عبارة عن حبوب معبية مي، يعني فيها سائل شفاف، بتكون مؤلمة مزعجة للطفل وفيها حكة. نعم. طب هلا طبعا احنا في البدايه عرفنا دكتوره اسراء ان هي عباره عن فيروس كسبب ومسبب، ولكن يعني خلينا نقول هل بيكون في بيترافق مع هذا الطفح الجلدي وزي ما ذكرتي الحبوب اللي بتكون معبيه المي ما الى ذلك، اعراض اخرى زي مثلا بيكون في ارتفاع بدرجات الحراره، بيكون في الامور المترافقه مع الامراض الاخرى اللي بالعاده بنشهدها؟ مظبوط، هو بالعادة بالأساس في عنا أعراض مبكرة اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، بتبلش قبل الطفح الجلدي. مع ارتفاع في درجة الحرارة بصير مثل ما حكينا بصير في عنا ممكن تهيج بالحلق، كحة، ضعف عام، الطفل بخف نشاطه، بخف أكله، وبعد هيك بصير في عنا التقرحات والطفح الجلدي. نعم نعم. طب دكتورة أي الأعمار الفئة العمرية معرضة للإصابة بمثل هذا النوع من الأمراض اللي هو مرض اليد والقدم والفم؟ هي بتصير عند الأطفال تحت 10 سنين، وخاصة عند الأطفال أكثر بتكون تحت 5 سنين. لأنه كل ما كبر الطفل وعدى مثلا 10 سنين بصير في عنده أجسام مضادة لهذا الفيروس، فبتخف عنده العدوى. نعم. أكثر شيء عند الأطفال تحت 5 سنين. نعم تمام. طب آلية التشخيص، يعني البعض ممكن شوي بعض الأمهات بيقولوا إحنا أحيانا بنخربش بينه وبين مرض اللي هو زي ما بنقول اسمه الجدري المائي أو ما إلى ذلك من الأمراض الأخرى، كيف بنميز هذا المرض عن بقية الأمراض الأخرى؟ تشخيص هذا المرض عادة بيتم عن طريق الفحص السريري، يعني نادر جدا ما نلجأ لأي فحوصات مخبرية. مثل ما حكينا اللي بيميزه انه الطفح الجلدي اللي عندهم بيكون فقط على اليدين، القدمين، التقرحات بالفم، منطقة الحفاضة. بالنسبة لجدري الماء انه عادة الطفح ممكن يصير كمان اكثر شيء من الرأس لكل جسمه، يعني من الرأس للقدمين. صحيح. يعني البطن الظاهر كله بيكون في عندهم حبوب. نعم. ففي بعض الحالات اذا شكينا ممكن في بعض الحالات ناخذ مسحه من عينه من الحلق او البراز انه بنحدد فيها نوع الفيروس المسبب للمرض اذا كان في عندنا شك، بس احيانا نادر جدا نلجا لهي الطريقه. طب فتره حضانه هذا الفيروس في الجسم عند اصابه الطفل كم تقريبا تبقى كامنه في جسد هذا الطفل او موجوده لحين خروجها؟ يعني اذا الولد انصاب في مثل هذا النوع من الفيروسات كم بده من الوقت لحتى يتشافى من هذا النوع من الأمراض؟ وهلأ الطفل أكثر شيء بيكون معدي في الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من المرض. المزعج في هذا الفيروس أنه ممكن يضل متواجد في الجهاز الهضمي للطفل ويكون معدي حتى بعد عدة أسابيع من الشفاء. يعني معدي لأي شخص بيتلامس مع هذا الطفل ولا كيف طريقة العدوى؟
طريقة العدوى هي عادة بتصير عن طريق التلامس المباشر، ممكن مع مخاط أو براز الشخص المصاب، أو عن طريق الاتصال المباشر للسوائل اللي بتكون تفرز من الطفح الجلدي، مثل ما حكينا أنها تكون معبية مي. فعشان هيك إحنا بنتجنب إنه الطفل مثلا يحكها لهي الطفح الجلدي، لأنه المي اللي جواتها هي أكثر شيء بتكون معدية. نعم ممكن نعم. كمان عن طريق الرذاذ اللي بينشر عن طريق القحة والعطاس. عشان هيك اكثر شيء احنا بنشوفهم في دور الرعايه روضات الاطفال الاصابات هاي. صحيح. طب دكتوره اسراء، قديش لازم نعزل الطفل المصاب عن باقي الاطفال بمده لا تقل عن ماذا؟ عزل الطفل لازم حتى اختفاء جميع الاعراض عندهم. ومثل ما حكينا بما انه بضل اسابيع ممكن انه في الجهاز الهضمي ومعدي، فعشان هيك انه الافضل انه كمان نطولها كمان اسبوع حتى بعد اختفاء الاعراض. نعم نعم. ايضا نتحدث عن العلاج، البعض يلجا للمضادات الحيويه، هل المضاد حيوي، المضاد الحيوي له دور في علاج مثل هذه الحاله المرضيه، ام كيف تكون اليه العلاج؟ هلا مثل ما حكينا في البدايه هو التهاب فيروس، الفيروس يعني مش بحاجه نهائيا لاي مضادات حيويه. عادة الأعراض بتختفي خلال 7 ل 10 أيام. إحنا ما رح نعالج الأعراض، مثلا عندنا التهاب في درجة، عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ما بنخفض حرارة. بالنسبة للطفح الجلدي مثل ما حكينا بيكون مزعج مؤلم للطفل، في حكة، ممكن إحنا نساعده بدهون بتخفف من الحكة والتهيج. أهم شيء بنركز وبنوصي دائما الأمهات عليه اللي هو الأكل. الطفل بسبب تقرحات الفم بخف كثير أكله، فعشان إحنا نتجنب إنه يصير في عنده جفاف، فبنوصي الام انه مثلا تركز على المشروبات البارده مثل الحليب والماء البارد، في بعض الماكولات انه تتجنبها اللي هي الماكولات المالحه، او مثلا عصائر الفواكه الحمضيه لانه الحمض بزيد من تهيج التقرحات. الاطعمه الطريه البارده مثل اللبن والكاسترد. هلا في بعض الحالات انه ممكن نلجا لنعطي سوائل عن طريق الوريد اذا مثلا الطفل وصل مرحله الجفاف لا سمح الله. نعم نعم. طب بالنسبه للذين يستفسرون حول امكانيه ان تنتقل هذه العدوى للكبار بالسن، هل بالفعل ممكن ان نصاب نحن الكبار اذا ما تلامسنا بشكل مباشر او بشكل او باخر مع هؤلاء المصابين بمرض الفم والقدم واليد؟ هلا مثل ما حكينا انه نادر جدا انه البالغين يصابوا فيه، بس انه وارد. عشان هيك يعني اهم شيء انه غسل اليدين جيدا بالماء والصابون. نعم. عزل الطفل المصاب، ادواته تكون لحاله، اكله وشربه لحاله، الخضروات والفواكه نغسلها جيدا، نمنع مثل ما حكينا الحكه نتجنبها للطفل. نعم. انه نعطيه مهدئات عشان ما يزيد من احتماليه العدوى. نعم. اجمالا نتمنى السلامه، كل سلامه لكل اطفالنا ولكنا، للامهات وبالتاكيد للاهل الكرام. انتبهوا جيدا، وهذا النوع من الامراض الفيروسي الذي هو يختلف عن الجدر المائي، وبالتاكيد بحاجه الى عنايه واهتمام وحرص وتشخيص صحيح بخصوص هذا المرض. نتمنى لكم السلامة، كل سلامة مرة أخرى، وأشكرك جزيل الشكر الدكتورة إسراء سلمان أخصائية أطفال وحادثي الولادة، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم دقيقة